مع دخول شهر رمضان الفضيل تطرأ على المرضى عدة تغيرات بسبب الامتناع عن الطعام لفترة طويلة، وكذا تغير عدد الوجبات في اليوم، تغيرات قد تؤدي بتدهور الحالة الصحية للمريض وتزداد تفاقما خاصة عند مرضى السكري الذين يستخدمون دواء الأنسولين. عندي مرض سكري وجسمه كيلحق شهر رمضان المعظم الكريم، استرشرت الطبيب ديالي كيفاش نصوم، كيفاش ما كيما نقولوا حنايا واش ندير واش ما نديرش، الماكله اللي نقدر ناكلها، الماكله اللي ما ناكلهاش. الظروف اللي صوموا، كاين المرض اللي صوموا، كاين المرض اللي ما يصوموش. هي اللي يكون عندها سكر بلي يجي تسقسي الاطباء تاعها الا كانت تصوم ولا ما تصومش، ومشي كلهم ما يصوموش. نعرف انايا في لا فامي كاين اللي صوموا. صعيب دوك المرض السكري، لازم يعني لازم له ديجا يذهب قبل يعني الصيام، الى نوى باش يصوم لازم يذهب لاستشاره الطبيب تاعو. دونك الى نصح الطبيب بقيام يعني بالصيام راهو يصوم ويتبع يعني الانسان ارشادات الطبيب، والى منع عليه الطبيب لازم يمتنع عن الصيام، ويعني ربي في هذا كما يقول لك في هذا الموضوع افتح باب كما يقول لك الرحمه. كما نقولوا كما انا نحب الفلون بزاف، نموت على الفلون. كيف عود ما تاكلي بول تاكلي نص، هي على حسب انت شغل، انت كيما نقول داوي روحك بروحك، انت اراده. دوك ماشي دوك انا كنت شهر قلب لوجي نضرب زوج ثلاثه، باسكو على بالي بلي حنضر حتاثر عليا. يحتاج مرضى السكري ممن يختارون الصوم الى اجراءات علاجيه خاصه تساعدهم على الامر حتى لا يتعرضوا لانتكاسات صحيه. الانسان اللي يحاول الصيام وحنا نعطولو انسولين خارجي اربع حقن انسولين بارفوا ميم خمس حقن انسولين، هذا غير ممكن انه يصوم شهر رمضان. كل حاله وحاله، اذا كان اقرص وماشي بزاف اقرص، قرصين مثلا الانسان اذا كان وما عندوش مضاعفات اخرى الانسان يقدر يصوم، يقدر ياخذ قرص على الفطور وقرص على السحور، ولكن اسحر. اصرار مرضى السكري على الصيام في شهر رمضان امر يعرض المصابين بالسكري لمخاطر عديده نتيجه تغير النظام الغذائي في رمضان، وعلى هذا يتوجب مرافقتهم والالتزام بنصائح الطبيب.